لا، اللي هيقول له درديري ده ما يعجلش، ده اكيد له مصلحه مع ابوي، وهيقول لك دي لاجل ما يفتح معاه حديد. واللي ليه مصلحه هيجي في وقت زي ده يا فاطمه؟ ان كان درديري يبقى ما فيهاش العجل وما لقاش غير رضا الله ويقول عليه الكلام ده، لانه داري ابوي موجوع منيته قد ايه. خلاص، قال لي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. ماليش علاقه باللوري ولا اعرف اي شيء عنيه. الكلام ده تقوله للنيابه يا حرز الله بيه، انما هنا في محضر ضبطيه واللوري كان واقف قدام بيتك. يا بيه انا اتصلوا بالمحامي بتاعه يا علاء، وبالمره بلغ الخبر للصحافه. حاضر يا فندم. صحافه قدامي، يلا. والجبراني ما هو شويانا ولا ايه؟ رمضان بيه هيشرف معانا الاجراءات شكليه، هنوجه له الشكر لحسن تعاونه معانا للمكالمة التليفونية اللي جاتنا منه، اللي لولاها ما كناش قدرنا خدنا استعداداتنا السريعة. أي نعم كان تخطيطنا أشمل وأكبر من كده، لكن معلش ملحوقة. قدامي، اتفضل. دباش خبر ايه يا شلواني؟ فوتوا من هنيه والبعدوا في شحركم. ليه؟ البيه الكبير اتقبض عليه. اباي مفيش وقت يا دباش، لازم ترحلوا الحين. ده خراب ماله مسيل. فين زياد؟ اسافر معاك يا صلاح. يا ابني ما ينفعش، ابوك منبه عليا قبل ما يمشي. ارجوك يا صلاح اطلع من دماغي بقى، خلينا نشوف مصيبه ايه اللي عايزيننا فيها دي. اوعى انت كمان. صلاح الاوامر يا بيه. يعني ايه الحلم اللي بنيته بسنين عمري خلاص ضاع؟ اعصابك يا بيه لعبوها معايا يا جابر لاجل ما ياكلوا حقي. طعنوني في ظهري بخنجر مسموم، قتلوني يا جابر. لسه يا بيه في حديث وفي محامي هيقلب فيها ويعيد ويزيد لحد ما يلقى لك مخرج منيه. وبعدين يعني يا بيه ما هيش قنبله يعني طقت فينا وخدت ارواحنا. اكتر يا جابر اكتر، على الاقل القنبله هتاكل ارواحنا في غمضه عين. لكن عهد عليا لا تربقها على الكل من ساسها لراسها. مين؟ حامد. صح النوم يا استاذ، بقينا الظهر. تعال اتفضل. اجي فين؟ انت اللي هتطلع في نور ربنا وتفتح لي عينيك. يا حامد انا لسه صاحي. هتصحصح لما تقرا الخبر ده. خبر ايه بس؟ هو انا فايق؟ قبضوا على ابو صاحبك باطنان مخدرات. صاحبي؟ صاحبي مين؟ هو في غيره؟ البيه حرز الله. حرز الله؟ تتكلم جد؟ الخبر نزل عندنا في الطبعه الثالثه اهو، واقرا بنفسك. صحيح. هو انا هكدب عليه؟ اذا كان 10 جنيه مالك بيهم؟ هات بس 7 جنيه 5 جنيه ان شاء الله جوز جنيهات. استنى القبض. قبض ايه؟ لازم يتصرف النهارده. في ايه؟ هشتري اكبر كميه من الجورنال ده واوزعها في الكليه على الطلبه، لازم الكل يعرف. سنين طويلة وأنا بدعي يا ربنا يهديك قبل ما تبقى فضيحة ليكم وأصمة عار في حياتكم. لكن مفيش فايدة، تمرده ودموعه الجشع خدا ما يفكرش إن اليوم ده ممكن يجي.
ويقتل أحلامه وعمره ومستقبلكم معه في الوحل. يخرب بيت عقلك يا ديدموني، ده انت مفتري. اي بس مخي اتقل. بنعاز. ما كانش ينعاز يا اخويا. بقولك ايه، لما نخلص المقاولة على بعضها. الله، ده بصرف منين على نفسي يا حصلة. يوه يا ديدموني، انت هتفضل طول عمرك تدعي الفقر. الله يسامحك يا ابو صيام. بقولك ايه، خلص، عايز كام؟ 50 باكو. نعم يا اخويا. الله، ده بس عربون كده. تبقى جننت. ليه جننت ليه؟ ما تحسبها يا اخو، احسبها بالورقه والقلم، عندك كالكوليتر احسبها. انت عايزني اخلص لك 2 مليون جنيه ليا فيهم نسبه 20%، 20% تايمز 2 مليون، يعملوا 400,000 جنيه يا جميل. وهتقدر تخلص؟ انا خدام السياده، بس عض قلبي ولا تعض رغيفي، والرزق ده رغيفي، وسعادته عارف الحكايه دي كويس، واحنا بنباصي الكره حلوه قوي لبعض هنا. لو ما كانش كده حضرتك هتوافق يقبل كلام مني لسعادته، ان ما كانش كده يقبل هسيب القضيه من اساسها، وانت عارف القضايا على قفا من يشيل. يبقى هتشيل ابو الدمادين. هشيل ايه بقى بالظبط؟ كل الفلوس اللي انت عايزها. الله، ما كنت تقول كده من الاول يا ابو صيام. لازم توقع قلبي في ركبي وتخلي الشيطان يلعب بدماغي. ده بس لانك حبيبي وملعبتك غية عندي. ربنا يديم المحبة يا حبيبي ويخلي حبل الوصال متضفر بالدولارات. بس مخك يتصنفر ويتحط في موضوعنا. انا انتوا عايزين منه ايه تاني؟ ما خلاص هو بقى في الباي باي. لا 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 يا حبيبي، احنا عايزين نقصله لسانه قبل ما يطول، وحمى القبض عليه تخليه هلوس علينا ويخنقنا. احنا ايه، داخلين على شغل كبير. اه، يبقى ابو صيام الحكايه دي تعرف تتحل ازاي. عشوه جمبري حلوه جنب منها صندوق حاجه ساعه مشبره تخلي النافوخ بتاعي يشعشع والرادار بتاع مخي يشتغل، يجي عامل خطه تشويش على مخه ما تخرش الميه. ها حزلة بيه، طلبت مقابلتي لأقوال خطيرة عايز تقولها. أيوة يا سعادة البيه. ومستني إيه؟ اتفضل قول. حدي لك صفقة عمر تهز البلد من شرقها لغربها، وأنا واقف كده حلي محدود. آه، وماله؟ اتفضل. تشرب ايه؟ شربت كتير يا سعادة البيه وفاض بيا وما عدتش قادر اشرب حاجة تاني. الو، البيه صلاح ما هواش هنه، صافر النجع. الدكتور، الدكتور موجود. نقول له مين؟ تلفون يا دكتور. الو، موضوع ايه وجردان ايه؟ لا ارجوك قولي يا جلال. ابوي انا؟ ديدموني كان مفتاحهم لباب جهنم، فتحوه وزقوني فيه. الكل لازم يدفع التمن، وطارق انا مش حسيبه. لا يا ولدي، بزيادة اللي انا فيه. الجمل خلاص برك، حل عليه الدبح وحيتباع جزاري. لا يابا، انت هتطلع منها، هتعود النجع تاني بزفه يضحكوا عنها لسابع جيل، واللي هيفتح بقه انا هقطع لسانه، وكل اللي بيتأمروا عليك انا هقضي عليهم. لا يا ولدي، صلاح صلاح. كلام حرز الله ملوش اي قيمه من غير دليل مادي ضدنا يا جبروني. ايوه يا باشا، بس مجرد ذكر اسم سعادتك في موضوع زي ده يعني شيء مش كويس، عشان مركزك الحساس. يا سيدي، الناس ياما قالوا بيقولوا حيقولوا، والشخصيات المعروفة اللي زينا ياما مجرمين رموا بلاهم عليهم كدفاع عن النفس. وخد بالك يا جبروني ان ده شيء معروف للسلطات العليا. ايوه يا باشا، بس احنا كده هنتكتف بعيون الحكومة واحنا داخلين على شغل كبير. ما تشغلش بالك يا رمضان،
انا هتصرف في الموضوع ده بمعرفتي، بس انت ما تخطيش اي خطوه الا باوردر مني لما الجو يروق وسحبت الصيف تتعدي. ده طرفات هيظل يا فندم في منتهى الخطوره. الاخطر في وضع الشخصيه اللي بتدير الشبكه دي كلها يا علاء، والوصول ليها. العمل يا فندم؟ مفيش قدامنا غير اننا نرفع الامر لفوق وننتظر التعليمات. زين زين. ايوه صاحب البيت. ايوه صاحب البيت. هو مش فينا شيشه وجوزه كمان يا صاحب البيت؟ بس حضرتك بتسال ليه عدم المؤاخذه؟ عايز اجرب. مين سعادتك؟ فيها ايه دي؟ فيها ميه ومعسل ولد. لا يعني يا بيه، صلاح بيه ونقول معقول، لكن حضرتك يا بيه متربي بعيد عنينا وطباع غير طبعنا. اهو حاجة تسلى بيها بدل القرف والزهق اللي أنا فيه. إن كانك دي يبقى الشيشة اللي تخص صلاح بيه أروق وأخف. طب كويس، روح هات الشيشة وحط الفحم وحط ال معسل يا بيه. تمام كده، يلا دقيقة واحدة ويكون كله تمام. نديها سهللة وفرفشة للصبح. أجازين دقيقة واحدة وروق لك التراسينة تقعد فيها منك للنيل طوالي. شكرا يا زين. لا شكرا على النيل يا بيه. تخصني انا لوحدي، مش مهم تعرفيها. خطوات ايه اللي تخصك لوحدك يا صلاح؟ اهلا. ايه اللي جابك وجيت ازاي لحد كده؟ انا اشتريت كتير، لكن من دلوقتي خلاص السلوك لمست واللمبه المنوره في نافوخي طرشقت ودخل معايا في سكه ضلمه، خصوصا بعد ما بصم بندالته مع امل. وانا كمان صله طبيعي انقطعت، اخلاقه الوحشة هتتخط بيني وبينه. يعني اتصرف معاه زي ما انا عاوز؟ اديله ما ترحموش وانا زغرت لك واقول لك كمان. ده انا في الطلعه والنازله بيفكرني بالغاليه اللي هجت محدش عارف لها طريق جره ابدا. سيبك بقى بلا جره بلا دره، قوليلي انهي لبسي في دول يليق عليا في الاجرام. عادي على الله فيك ومنه لله ابوك اللي بيشدك للنار اللي هو فيها عشان تصبح رماد معاه. العيله بالهدايه وان ربنا يفك دقته. ماما انتوا هتقلبوها ملاحم وتقاسيم عن التوبه والرحمه ولا ايه؟ وشغل السيما بتاع زمان ده؟ اطلعوا من نافوخي بقى وسيبوني مع ابويا، انا كفيل اقف جنبه في محنته واواسيه. ومتشكرين قوي على موقفكم. خلاص يا شيكر مفيش فايده فيه، يلا بينا. يلا بينا على فين يا ماما؟ ننفد بعمرنا من الجو الخانق ده. مش هيحصل. انت بتقول ايه؟ اللي حضرتك سمعتيه يا ماما. الايام اللي بعيشها بره النجع ايام مخنوقه وملهاش معنى. انا عمري هيبتدي من دلوقتي،
ومن الصبح هصحى مع كل اهل النجع واستقبل شمسه، والموت هيحضن ترابه، ومش هرضى بغير كده دليل. مش ممكن. وانا مش هزعلك واقول لك لا. وبمناسبه ايه تمنعني؟ رغبه ابوك ولا اوان بتنسى؟ عنده حق يا شاكر. ارجوك يا ماما. وعلى كل حال انا هتدخل مع ابوك واقنعه بوجودك جنبي. لا مش ممكن. وانا مالي بتزعلي ليه؟ ما هو قدامك اهو، خديه في ايدك وانت ماشيه لاحسنيتوه. اخرس شاكر، ده اخوك الكبير. ايوه اخوك الكبير، يعني مكان ابوك، يعني هتقعد هنا تبقى تحت طوعي، والكلمه هي كلمتي، مش هسمحك تتحشر في اي شيء مالكش دخل فيه. فكر واحسبها كويس. الاول شرط اخ ونور. انا هقعد في مصر يومين اقضي شويه مصالح، فكروا كويس، يا تقعدوا هنا يا في مصر، ويا ريت قراركم يكون قرار نهائي. الحلو يدوه ولا بيدوش لولادها. هفتح عياده لاهل النجع مجانا. تبقى دفنت نفسك بالحياه وضيعت مستقبلك. ارجوك يا ماما سيبيني اختار طريق بنفسي واعيش حياتي واتحمل نتيجه اختياري. انا ما بقتش قاصر. مش القصر بس اللي بتفرض عليه المصايب، لا ده انت نور عينيا ويهمني مصلحتك، وعمرها ما هتكون في نجا مجهول وعقول متحجره. لا يا حبيبي، انت مكانك مش هنا، انت لازم تكمل تعليمك وتاخد الدكتوراه. تعليمي هكمله من شقايا وبفلوس حلال، مش هسافر بره عشان ادرس. لا يا ماما، هدرس هنا. أساتذتنا كفاءتهم مش أقل من كفاءة أساتذة العالم. يعني مفيش فايدة؟ النجع محتاجني أكتر من أي مكان تاني، وكفاية إن أنا عشت متغرب حتى في بيتي. عايز أرض أرسى عليها وأمد فيها جذوري، عايز ناس أدوب في وسطهم أحبهم ويحبوني، مش أمير على مملكة الخوف اللي بناها بابا. ده قرارك النهائي؟ ده مش قرار يا ماما، مش قرار، دي حياة، ومن غيرها هبقى جسد بلا روح، ولا بستأذن حضرتك إن أنا أبدأ. مادام دي سعادتك يا ابني، ما أقدرش أرفضها. محتاج وقوف حضرتك جنبي. ووقوفي هيعمل إيه غير إني أوافق وأسلم أمري لله؟ نفسي أبدأ حياتي من منبع صافي، ما فيهوش نسبة شك ولا تلوث. إزاي؟ بستأذن حضرتك أبيع شقة جدتي اللي في جاردن سيتي وأفتح بتمنها حياتي. من دلوقتي الشقة بتاعتك. أنا همضي لك العقد لحد ما تلاقي المشتري. يا بيه اعمل معروف اسمعني، إن شاء الله بعد كده تخرجي أهي، مش هقول لك أه. حمار خيارتك بإيه؟ خيارة إيه يا أستاذ؟ خيارة إيه؟ حط عقلك في راسك، اعمل معروف، حط عصبك تحت المخدة. هقول ابوك ازاي؟ ده بحر المحبه اللي بيني وبينه ملهوش حرام. ده اتلعب فيا يا استاذ، والحكايه دي عملوها من ورا ظهري. ده انا كنت همسك وسطه وبس. كذاب ومنافق، ما ثقش في كلمه منك. اعمل معروف، اسمعني، خد وانت معايا في الكلام. خليني اترافع عن نفسي، اعمل معروف، وبعد كده ان شاء الله يا رب حتى تقتلني. بس هتقتلني وانت ضميرك مرتاح. مش تقتلني وبعد كده تكتشف مراتي، ضميرك هيعذبك طول عمرك علشاني. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان اتلعب بيا زي ما اتلعب بابوك تمام، والمصيبه اللي وقع فيها ده اهي انا ملياش شد فيها، لكن ممكن. ممكن ايه بالظبط؟ ممكن ادبرها وادورها والفطها واعدلها
وقال ودراع اللي عملها واكلها له وخليه يستطعم، بس بشرط ان ابوك ما ينطقش بولا كلمه غير في وجودي وحضوري عشان ألقمه الكلام اللي يقوله واللي حبني عليه دفاعي. يعني في امل؟ مع وجودي انا مفيش يأس يا استاذ، بس انت اديني الاوكي وافتح لي دفتر شيكاتك لان العملية دي عايزة شوية بعزقة، وشوف الديدموني هيعمل ايه. ماشي يا ديدموني، من بكرة تبقى عند ابويا وتاخد خطواتك. خلاص تعدي عليا انت عشان استناك. انت هتروح لوحدك، انا عندي شوية مصالح هقضيها. ايه بس يا صلاح ابني، انا كنت يعني عشمي انك انت تفوت عليا، انا مش حمل مربطة يا ابني ومش هعبطك في القطورات. ان شاء الله تروحها ماشي، انا مش هبتدي ادفع لما تاخد خطوات عملية واشوفك هتعمل ايه، سواء في القضية دي او القضية التانية يا ديدموني. السلام عليكم. اهلا يا 1500 مرحبا يا ابن الاصل اللي ملوش صورة. اهلا يا معلم. كرسي قبل البيت جاهز في ايدي يا معلم من ساعة ما سمعت صوتك. اتفضل يا باشا. الشيشة قبل البيه وشوفه يشرب ايه. لا متشكر يا معلم، انا جاي لك في كلمتين وماشي على طول. قبل اي كلمة منهم شحتة. نعم. اتكل انت. قشطة يا معلم. اخبار البيه الكبير ايه في القضية اللي هو فيها؟ هترسى على كل خير ان شاء الله وهيرجع زي الاول وقته. اه لو ايدي تتحط على اللي عملها معاه. بس نعدي منها الاول وبعد كده هنصفي حسابنا مع الكل علشان نعرف اعدائنا من حبايبنا، نبتدي صفحة بيضة بحق. بس مهم دلوقتي انا عايزك في خدمة رقبتي. استاذ سليمان يا معلم منصور. مبروك الكلام يا استاذ سليمان. تعيش الحساب يا استاذ سليمان. كام؟ 9 جنيه بس. معلش يظهر نسيت محفظه في البيت. ما يضرش، البيت قريب، روح هات الفلوس وتعالى. بعدين يا معلم. لا خليه هنا دلوقتي لما اجيب الفلوس عشان لو برد اسخنهولك. تقدر تترحم عليه، عاوزها مسطوره وتيجي طبيعيه. عيب يا بيه، هيحصل ان شاء الله هيحصل. يعني تقدر تترحم عليه من دلوقت وعلى مستقبله. هطمن منك بالتليفون بالاذن. هو احنا يعني بنشوفك كل يوم؟ معلش يا معلم، عندي شوية مصالح لازم اقضيها. بشوقك. معاك عربيتك ولا خلي الواد شحتة يوصلك بعربيتي؟ لا انا عربيتي موجودة، عايز اسمع منك بقى سمع خير يا معلم. كلها كم ساعة وحقك يوصلك، وسلامي للبيه والدك. يوصل. شحتة عامل يا معلم؟ اقلب لي الارض على الواد هشة وهتولي دلوقت. زعل نفسك ليه؟ اعتبره حصل. قشطة. مسابقة القصة؟ مين يا عبقري؟ الفائزة الأولى الأديبة الشابة داليا عبد اللطيف الدرواني، خدت 5000 جنيه وشهادة تقدير. وتطلع مين دي اللي تاخد المركز الأول والمسابقة داخل فيها أساتذة عتاويل؟ مزعش ليوسف بيه يسمع ويزعل منك. وأنا قلت إيه؟ أنا بقول تطلع مين؟ تطلع بنت الدرواني وتلميذة الأستاذ يوسف، وأنت عارف الباقي بقى. ومن فيكم جرى الرواية اللي كتبتها؟ الأستاذ يوسف بنفسه هو اللي قرأ القصة وهو اللي دخلها المسابقة. ولجنة التحكيم رأيها إيه؟ ما قلنا فازت بالجائزة الأولى. الجائزة الأولى؟ زي ما بقول لك يا حرز الله، ارمي حمولك على الفتح وعليا وإن شاء الله هطلعك منها زي الشعرة من العجينة. بعد إيه؟ بعد ما اعترفت بكل شيء في محضر رسمي؟ يا راجل ارمي كل ده ورا ظهرك، المهم مش عايز منك عصيان، والكلام اللي اقوله لك تسمعه مني بالحرف الواحد.
وتلايمني على راجل من رجالتك يفتيك برقبته. كيف؟ قال لك كيف؟ كيف ايه؟ ده انت اللي بتاع الكيف يا راجل يا بتاع الكيف، ما تعقدهاش يا حارس الله. دي الدنيا عباره عن لقمه طريه يا راجل وضحكه ورصيد في البنك. بزياده بقى ده يدموني، اللي انا فيه ما يحتملش ده كله. لا دي انت هتحتمل وتحتمل ابوه. المهم انت بس تخطي معايا اول خطوه من خطواتك نحو البراءه. ايه ده؟ ايه لا ده؟ شايفه ايه ده؟ دي 10 قروش. لا 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 لا، دي مش فلوس يا حرز الله. امال ايه يا راجل انت؟ ده كرباج. كيف كرباج يا راجل انت؟ ما هو اصلي ده الفرق اللي بيني وبينك يا حرز الله. انت معقدها وانا مبسطها. ده يدموني، انا مش رايقلك. لا دي انت تروق لي وتديني دراعك. هتعمل بيه ايه؟ بس يا راجل ما تخافش، ده انا لسه واكل والواكل مالي بطني. هاد دراعك. ايه بص بقى في دراعك. ايه عملت ايه؟ ده كرباج ولا مش كرباج؟ اعمل بيه ايه؟ تاخد لك من العينه دي حسبه 20-25، وبعدين عندك الراجل بتاعك يساعدك. ولازمته ايه؟ الا لازمته ايه؟ تمت اعترافاتك تحت وطئه التعذيب الشديد. تثبت الكلام ده قدام النيابه وتطلب من النيابه كشف طبي بكوميسيون طبي مستعجل. وبعدين؟ بعدين دي تسيفها عليا انا. كيف؟ كيف يا بتاع الكيف؟ لايمني انت بس على الراجل بتاعك علشان ارص له الكلام وانت وشطارتك في اقناعه. يعني تفتكر في امل؟ الا في امل يا حرز الله. دي انت معاك الديناموني والاجر على الله. بس انت حضر النذر بقى بتاع طلوعك من هنا بالسلامة عشان انا اشويه واكله وانا بدعيلك. ده انت جن مصور يا ديناموني. ده انا اللي علمت الجن العفراطة. قول ما شاء الله عليك يا ديناموني. خد. الأجرة يا كابتن. أجرة إيه يا جدعان؟ ها؟ أجرة الأوضة المتأخرة ولا فاكلها سبيل وهتشفطها؟ أنا مش هاكل عليك الأجرة يا خينا. خلاص يبقى مد إيدك في جيبك وقب بيها دلوقتي. ما معيش. آه يبقى عفش أوضتك ياخد سكة من هنا على الشارع. استنى عندك يا جدعان. إيه يا كابتن؟ ده أنا كنت هاخد ودي معاك جوه على رواقة، وبعدين أنت إيه اللي جرالك؟ أنت طول عمرك أخلاقك رياضية. وأنت خليت فيها أخلاق. ماشي يا كابتن ماشي، ويعني هو اللي بيطلب بحقه ما يبقاش عنده أخلاق؟ اسمع، هي كلمة واحدة، اللي تطلب أجرة البيت صاحبة البيت، أنت مش عاوز أشوف خلقتك هنا تاني. أي ماشي ماشي يا كابتن. وحياة جدي الباشا لانزل اجيب لك المتشردين اصحابي اللي يعرفوا يتصرفوا معاك بحق وحقيقي. اشا اصلا اشا اهو يا برم، واحد متشرد منهم جالي من قبل ما اطلبه. ايوه جاي لك يا متشرد. ايوه اطلع اصلا شحتة. ماشي انزل اجيبه وارد لك. ماشي يا سليمان، جيت في وقتك. اطلع معايا فوق عشان ورايا مذبحه مع الواد سليمان. سك على الكلام ده دلوقتي وسيب سليمان في حاله وتعالى معايا. اجي معاك على فين يا جدع؟ المعلم عاوزك. معلم العيق؟ وعايزني في ايه؟ وانا اش عرفني يا عم؟ اطلع من نافوخ انت والمعلم بتاعك، خلينا اقلب لقمه عيشي. يا دي هش، ما هي برضه لقمه عيش. قشطه. بتتكلم بجد؟ طب يلا بينا. جاي لك يا سليمان. دي تندس في اوضه الواد سليمان. يا دي خساره معلم. اللي اقول لك عليه يتنفس وما تسقعليش ودانك لاقطعهم لك. لا 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 لا، يكفيني شر زعلك يا معلم. كده انا احبك. ايه ده انت بتشتمني؟ بقول لك ايه، انا مش عاوز قله مخ. دول 200 جنيه و300 كمان لما العمليه تتنفذ. ماشي، بس لو اخلاق جد الباشا كانت راكبه في دماغي كان زماني بقيت علاوي وما خدتش منك ولا مليم. لا
خليك في الواطي وخدهم. خد. ماشي يا معلمة، بس قول لي بقى ايه المطلوب مني بالظبط عشان اقلع مخي احطه قدامك على المكتب تعمل فيه اللي انت عايزه. ان شاء الله حتى تدوسه بالجزم، المهم ان موطاش غير قدامك. طرطق ودانك واسمعني كويس. ماشي. ما خبرش حاجة عن اللوري ده يا سعادة البيه. ازاي ما تعرفش عنه حاجة وهو قدام بيتك؟ حملك اللي بره بيتي كمان؟ واتفاقك مع رمضان الجبروني واعتقادك بانه تاجر مخدرات. الجبروني ده صديق قديم يا سعادة البيه، وفي بيننا وبين بعض معاملات وفلوس، وعدم المؤاخذة هو مديون لي. مديون لك؟ مديون لك بكام؟ باتنين مليون جنيه. وايه سبب المديونية دي؟ استلفهم مني عشان يمشي اعماله. في حد في الدنيا يا راجل يسلف 2 مليون جنيه؟ يا بيه الدنيا لسه بخير، وهو كان متضايق ومزنوق شويه، وعارف انه انا راجل مقتدر وقادر ادبر له المبلغ ده. لكن ايه رايك بقى ان كلام رمضان الجبروني في المحضر غير اللي انت بتقوله ده؟ الله يسامحه، الواحد في الزمان ده ما يامنش الروح حتى. وجودك جنب اللوري كان سببه ايه؟ كنت بودع صاحبي وصديقي اللي جاي يمهن شهر عشان يرد لي المبلغ. اه طيب اتفضل. انت معاك ما يثبت انه مديون لك بالمبلغ ده؟ هاخد على صاحبي وصديقي شيك ولا وصل امانة يا سعادة البيه. بس دول 2 مليون جنيه، يعني مبلغ مش بسيط برضو. يا بيه الفلوس جايه ورايحه بينا، المهم السجا موجوده. واقوالك في محضر الشرطه؟ ما قلت في سعادتك يا بيه، وسعادتك شفت الكرابيج اللي مقطعه جدتي. جابر ده كان بيشتغل عندك ايه؟ بيشتغل عندي بواب يا سعاده البيه، وبيقضي لي مصالحي. لكن لو كنت عارف ان متستر عندي عشان يتاجر في المدعوك ده، ما كنت صبرت عليه دقيقه واحده وكنت سلمته لسعادتك. طيب يا حرز الله بيه، عندك اقوال تانيه عايز تضيفها؟ لا يا سعاده البيه. طيب اكتب. وبناءً على ادعاء المتهم بتعرضه للتعذيب كوسيلة للضغط عليه، قررنا تحويله إلى لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي وإثبات صحة ادعائه من عدمه. مالك يا زازا بس؟ فكها بقى، فكها، خلي نفسنا تتفتح. شايل طاجن ستك ليه؟ والله لا تروق تحلى. كله على الله. يلا يلا يلا. معقولة أستاذ جنائي المستقبل يفوت محاضرتين لدكتور كامل الشاعر؟ معلش يا داليا، كان عندي ظروف. عموما المحاضرات جاتني وبخط ايد الدكتور شخصيا، وانا تحت امره. على الاقل واحد يساهم بحاجه في طريقك المشرف. يعني انت عارف ان طريقي مشرف؟ انت بتعرض نفسك لعقوبه الاعدام يا جابر، ويا روح ما بعدك روح. ساعتها بقى لا هينفعك فلوس ولا شهامه. يا بيه اني عجول الحج، عجول الحج يا بيه. حرز الله عرض عليك كام علشان تشيل التهمه لوحدك يا جابر؟ ولا ميلم يا بيه، واني كمان ما اقبلش. يعني مفيش فايده؟ مفيش فايده؟ اسمع بقى لما اقول لك، اسمع، دي اخر فرصه ليك، بعد كده مفيش قدامك غير حبل المشنقه. يا بيه اعمل معروف، اني ما عجولش كلام تاني بعد كده واصل. يعني مصر على اقوالك يا جابر؟ هيا جابر، مصر على اقوالك؟ ايوه يا سعاده البيه مصر. ايه رايك الجايزه الاولى في القصه؟ مبروك. وايه رايك؟ اكيد ما دام الجايزه الاولى تبقى قصه حلوه. قصه ايه؟ ايه رايك فيه؟ في مين؟ جو يوسف المراسي، هو اللي بيسلمني الجايزه. هو انتوا خلاص؟ هنعلن خطوبتنا الاسبوع الجاي، يعني زي النهارده. ايه يا استاذ بتنسى الواجب ليه؟ مش تقولي مبروك؟ خلاص ربنا كرمك يالا، بقيت تشتري بالعشرين جورنال وتوزعهم في الجامعة بعد ما كنت بتشحت الجورنال عشان تقراه؟ ما حصلش يا صلاح. طبعا، ما انت كذاب زي ابوك. ما هو كذاب. لا يا صلاح، ابويا مش كذاب. ما انت مفهمها انه العمدة كذاب بتسرح بيها، والعمدة غازب عنده اخلاق عشان الناس تخاف منه وتحترمه. بلاش نتكلم هنا صلاح، تعالى. حق الثلاث سنين اللي فاتوا هاخده دلوقتي حالا. ايه ده، انت جاي تتخانق معاه؟ مالكيش دعوه انت يا داليا، ده حساب بيني وبينه غصب صفيه دلوقتي. صلاح، احنا اهل واصحاب وزملاء. اصحاب وزملاء
لكن اهلي دي ما تشرفنيش. مفيش في عيلتنا اجير زي ابوك. ارجوك يا صلاح، عاملك بني ادم واخدك صاحب ليا، وانت ابوك ما يسويش خدام عندنا وتعمل فيا كده. ابوك يعض الايد اللي احسنت ليه. تعالى نتكلم على جنب هنا وقدام الكل يا صلاح، وحياه العيش والملح اللي بينا. بقول لك ايه يالا، مصروف جيبك ده مش انا اللي متكفل بيه من يوم ما جيت من نجع. اكلك وشربك ومصاريف الجامعه مش انا اللي بطعهم لك. انا ما انكرش يا صلاح، بس ده على سبيل السلف. وهتصد منين يالا؟ والهدوم دي مش انا اللي مشحتها لك. لا مش كده بقى يا صلاح، دي هدوم انا. وبتكذب كمان، يبقى لازم اخدها ودلوقتي حالا. يا صلاح بتعمل ايه؟ هاخد حق يا جبال. صلاح مش كده، انتوا فين تتفرجوا عليه؟ بس انت وهو. خلاص يا صلاح، انا مش هتروح مني فين يالا. اوعى يا صلاح، هتروح مني فين يا صلاح؟ سيبه يا اخي، سيبه يا صلاح. حد ايه ده حرس الجامعه يتصرفوا مع الحيوان ده؟ يا صلاح بس يا شيخ، اوعى يا صلاح. ايوه عليك زازا هيموت. يا صلاح مش كده، عيب. اتغر يا صلاح. يا صلاح ليه خير في ايه؟ لا شو حاجة. الله لا حول ولا قوة الا بالله، ده كان مصب عليها وزي الفول. اسنده معايا يا معلم. من غير ما تقول يا استهانة. ايدك ايدك على كتف يا استاذ، على مهلك، على الاقل من مهلك، على الاقل من مهلك. بالراحة 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 عليك بالراحة. جرى ايه يا ولاد؟ الاستاذ ماله؟ الاستاذ سنان بيعافي حبتين. نجيب له الدكتور حالا. احنا عملنا كل اللازم، كل اللي محتاجه دلوقتي شوية راحة مش أكتر. مسكين يا سليمان. ازاي ما يوصلكش عنه تقرير ساعة بساعة في الحجز يا علاء؟ بيحصل يا فندم، بيحصل. وايه هي اثار التعذيب اللي على جسمه وفين يا فندم؟ سعادتك عارف ان في حيل كتيرة بتحصل في الحجز، اكيد استعمل حيلة منهم. حاجة تجنن، ده هو بنفسه اللي اعترف وكان في منتهى الاستسلام. ايه اللي حصل له؟ زيارة الديدامون يا فندم. انت اكيد اتجننت عشان تجازف بحياتك وتخرجه من القضية. الله جرى يا بص يا عم الله، دي نقمة طرية يا راجل، نقمة طرية. من حقي كمان انا اقل بعيشي بمعرفتي. يا ديدموني، انت مش بعتش تقليب عيش؟ الله، البحر يحب زيادة يا بص يا عم. البني ادم مننا فيه ايه؟ ده انا يا راجل ليا حصة من الاجزخانة كل شهر افتح بيها عنبر انعاش في مستشفى. اسمع، لعب على الحبلين معانا ما ينفعش. الله، اكيد هتقع وحبل منهم يتلف حوالين رقبتك يجيب عجله. الله جرى يا بصيان، انتوا مش عايزيني اكل عيش ولا ايه؟ يا حبيبي كل بقلاوه، كل بغاشه، بس بعيد عن شغلنا. يا سعاده الليل يا راجل اسكت، تخليت فيها بيه ولا ايه؟ ده انت عرفتني في عيشتي. ولعلمك في اوامر صريحه من معاليه انك لا تهوب ناحيته ولا حتى تكلمه بالتليفون، والا تاني يوم نترحم عليه. الله، انتوا عايزين كمان تحرموني من سماع صوته؟ دي اوامر صريحه وانت عارف. الله كده يا بص، انا خلاص اخدت خطوه، هرجع فيها تاني ازاي؟ الخطوه دي بقى لو خدتها فيها اعدامك يا حلو، ولولا سعاده الباشا باقي عليه انا لا كنت كلمتك ولا قلت لك ابعد. خلاص خلاص يا بص، انا لا اقدر على زعلك ولا على زعل سعاده الباشا. وبعدين دي عشره يا راجل، عشره، والعشرة ما تهونش إلا على ابن الحرام. لما شوية يا رجالة، لما شوية، خلي بالك. حاضر يا بيان. يا زين خلي بالك من الصندوق ده، في حاجات ممكن تتكسر، على مهلك. حاضر يا بيان. ايه اللي بيحصل ده؟ ابدا، زي ما انت شايف. انا شايف نقل وتوضيب وكراكيب وحاجات داخله وحاجات خارجه، بس انا محتاج تفسير. هفتح عياده يا صلاح كده من غير لائحه ولا دستور؟ في يا صلاح، عايزني استاذن ان انا اتصرف في بيتي؟ لا دكتور، بس انت مش عايش هنا لوحدك، واحنا متفقين اني انا كبير البيت وكلمتي لازم تمشي. اللي انا بعمله ده يا صلاح ما يخليكش متنرفز بالشكل ده، المفروض انك انت تشجعني، حتى لو نسيت ان انا استاذن، المفروض ده حاجه تساعدك. اعتبرها يا سيدي ان انا عاملها لك مفاجاه، وقول لي مبروك يا صلاح. مبروك عليا يا دكتور،
انك هتفتح البيت مستشفى وملجأ للعيانين من حصيلة البشر. لا، مستشفى دي لسه بدري، بس انا حطيتها في دماغي، يعني حطيتها في الخطة المستقبلية. لا 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 لا، الغي الفكرة دي من دماغك وبلاش كلام فاضي. بعد ما جهزت كل حاجة واشتريت الاجهزة. مش مسؤوليتي. ده حق يا صلاح. العيادة دي لو اتفتحت في اول يوم هتربقها على اللي فيها. تعالى متخلف. إيه؟ رجع الحاجات دي، كل حاجة تفضل زي ما كانت. ما ترجعش حاجة يا زين، والعيادة هتتفتح يا صلاح، وده قرار مستحيل ارجع فيه. نفذ اللي قلتلك عليها متخلف. اسمع يا زين، اي كلمة تقال هنا هي كلمتي انا، فاهم؟ بغاش يا دكتور تخليني استعمل معاك اسلوب يشوه صورتك قدام الناس. اللي تقدر عليه اعمله يا صلاح. صلاح، عجبك الاسلوب ده؟ الكلام ده يبقى بينا وبين بعض، مش قدام الناس كده. اي كلمة تتقال هنا كلمتي انا، فاهم؟ يا بيه ما هو. اسمع اللي بقولك عليه. حاضر يا بيه. يعني ايه يفتح عيادة منه نفسه؟ هي وكالة من غير بواب، ولا فاكر نفسه عايش لوحده يعمل اللي هو عايزه. اخوك خد الاذن مني، وانا سمحت له بتجهيز العيادة على حسابي. البيت لي صاحب غايب عنه، المفروض تاخده منه الاذن او تستنوا لما يطلع. مش انا بقى اللي هعرفك الاصول دي. مستحيل يبقى ابويا في المحنه اللي هو فيها دي وانتوا بتعملوا بيت وتكيل اهل النجع. اتقدم في كلامك وما تنساش ان امك. اذا كنت نسيتي جوزك وابنك ما عملتيش حساب لمشاعرهم. ولد، اقول لك ايه بس، احنا مش بنفتح بوتيك ملابس ولا بنعمل مشروع تجاري وجايبين الطبل والزمر عشان تقولي مشاعرك ومشاعر بابا. اخوك بيعمل عمل خيري، مفروض تقف جنبه وتساعده، مش تفرج عليه اهل النجح وتتصرف باسلوب قطعين الطرق والحراميه اللي بتحلم تبقى رئيس عليهم. انا مش هرد عليك ولا هتصرف الا بعد ما اخد الاذن من صاحب البيت اللي بتتصرفوا فيه وكانه ملوش وجود في الحياه.